بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. مبادرات الخير في مصر يا جماعه ما بتخلص، وكل يوم بنسمع ونشوف مبادره بتخلينا نحس بالفخر والسعاده. والنهارده مبادره تانية جميله جدا لفتت نظري، عنوانها علاجك عندنا. ده الشعار اللي رفعه مجموعه من الشباب في محافظه الجيزه عشان توفير الادويه الغير موجوده بالصيدليات للمرضى بالمجان. بالمجان. صاحب الفكرة اسمه مدحت أحمد. كون فريق عمل من 11 شاب بيدوروا على الأدوية اللي مش موجودة، أدوية السكر ربنا ما يوريكم، والضغط والغدة الدرقية ربنا ما يوريكم، والعيون. أنا بضحك لأن الحاجات كل الحاجات دي عندي الحمد لله، فيعني بقول يعني الحمد لله فعلا في أدوية مش موجودة وبيقدمها للمرضى، خصوصا الأدوية اللي فيها نقص في الصيدليات. عموما ألف شكر للشباب ده اللي زي الورد من أبناء محافظة الجيزة على مبادرتهم الخيرية، وربنا يجعلها في ميزان حسناتهم، لأن في أدوية ساعات الواحد يدور عليها خاصة بالغدة الدرقية ما يلاقيهاش، أدوية سكر ما يلاقيهاش، أدوية ضغط ما يلاقيهاش. فالحمد لله بيجيبوها ويوزعوها ببلاش. متشكر جدا جدا لكل مبادرة جميلة بيعملها شبابنا الجمال، ربنا يبارك فيه. الطفل تامر جمال عنده 11 سنة، حصلت له حادثة وهو رايح يجيب هدوم العيد، عربية خبطته جاله نزيف في المخ ومشاكل في الحنجرة. تعالوا نفكركم بيه. كان هي خبطته عربية وكان عنده نزيف في المخ وكان عنده شلل نصفي، قعد 70 يوم تحت الأجهزة، ولا هو حي ولا هو ميت. كان معجوز في المستشفى بتاعت الهلال، فقالوا لي احنا عظام بس، فاحنا وقفنا له النزيف وعالجناه من الشلل النصفي اللي كان عنده، فلازم برضو تشوفي دكتور مخ واعصاب تعرضيه عليه وحنجره، انف واذن وحنجره. فانا لفيت بصراحه عليه فما عرفتش اعالجه. ودلوقتي محتاج ايه؟ هو دلوقتي محتاج عملية ومحتاج الدكتور يشوفه بتاع مخه واعصاب، والدكتور اللي هو بتاع الانف واذن والحنجرة دي. معنا تليفون الاستاذ الدكتور اشرف جلال استشاري المخ والاعصاب. دكتور اشرف مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا بيك دكتور اشرف. الله يخليك دكتور. الله يخليك. هتعمل لنا ايه بقى في حالة تامر اللي عندنا؟ بالنسبة لحالة تامر، حسب انا فهمت من حالة كده، هو بعد الإصابة بتاعت اللي حصلت في المخ هو بيبتدي يجينا، بنقيم الحالة وبنشوف الإشعاعات بتاعته وبنشوف المراكز اللي اتأثرت نتيجة النزيف اللي حصل في المخ. بعد التقييم دوت هنظبط له أدويته بحيث ان احنا نساعده ان هو يستعيد جزء كبير من وظائفه، وهنبتدي نعمل له برنامج تأهيلي خاص بالقصة دي، وان شاء الله نرجعه. يعني احنا دايما بالحالات اللي سنها صغير بنشوف انها بتجيب نتائج هائله جدا، يعني بيبقى نسبه التحسن فيها يعني بيبقى عندنا امل ان نسبه التحسن فيها بتبقى درجتها كبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله بركه فيك. فاحنا حضرتك شوف يعني هي تقدر تتواصل معايا وتجيلي اي وقت، وان شاء الله يرجع يبقى كويس جدا باذن الله. زي ما شفتوا حالته كانت صعبة جدا. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع دار المنى والدكتور المحترم أستاذ دكتور مجدي السمرة قدرنا نعمل له 12 جلسة علاج طبيعي و12 جلسة تخاطب وتأهيل إدراكي عشان يقدر يرجع لحياته الطبيعية تاني.
مداخلة مع دكتور عمرو برنامج واحد من الناس، وقررنا ساعتها ان احنا هنستقبل الحالة في دار المنى عشان نعمل لها اللازم ونقيم الحالة ونعمل لها الخطة العلاجية. والنهارده الحمد لله تامر جالنا وكشفنا عليه وقدرنا نحدد المشاكل اللي عنده ونحط له الخطة العلاجية اللي احنا هنعملها له هنا في دار المنى. فبعد الكشف عليه لقيت ان هو عنده ضعف شوية في الجنب الشمال، وعنده خلل بسيط جدا في القدرات الإدراكية، وعنده خلل في الاتزان، وده نتج بعد الحادثة اللي هو كان عملها وأدت لإصابة في المخ هي اللي أدت لكده. الخطة العلاجية ديت هنكتب له، هنظبط له الأدوية بتاعته، هتبقى فيها أدوية مقوية للأعصاب وأدوية تحسن الاتزان بتاعه، وهنعمل له برنامج تأهيلي هيكون من علاج طبيعي بصورة مكثفة. هنعمل له 12 جلسة، الغرض من ال 12 جلسة دول إن احنا هنحسن الضعف اللي موجود ناحية الشمال، وهنحسن التوازن بتاعه اللي هو يعني محتاج فيه حاجة بسيطة جدا، وهيرجع لأموره طبيعية في خلال شهر أو شهرين بكتير قوي، ممكن يرجع طبيعي بنسبة 100% بالنسبة لقصة الضعف اللي موجود في الجنب الشمال أو الخلل اللي موجود في التوازن. وإن شاء الله هنفضل متعاونين مع برنامج واحد من الناس، وأي حالات بالنسبة للبرنامج إحنا متبنيينها ونقدر نستقبلها ونعمل كل اللي هنقدر نساعد بيها نساعد بيه إن شاء الله يعني، وده حاجة تساعدنا طبعا يعني. لا يدخر برنامج واحد من الناس والدكتور عمرو الليفي جهدا إلا وتم تقديمه لخدمة المجتمع وتنميته ومساعدة غير القادرين كنموذج أمثل للإعلام الخدمي في مصر. سنوات طوال قدم فيها برنامج واحد من الناس إسهامات إنسانية دعم من خلالها المعهد القومي للكبد كتوفير المستلزمات الطبية ودعم مرضى المعهد اجتماعياً. وعليه منح رئيس المعهد الدكتور عمرو الليفي درع المعهد القومي للكبد تقديراً لمجهوداته الإنسانية المثمرة في خدمة المعهد ومرضاه، وتقديم رسالة صادقة ومشرفة للإعلام في دعم وخدمة قضايا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جداً بتكريمي النهاردة في هذا المؤتمر العلمي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، وسعيد جدا بهذا التكريم، وله يعني دلاله خاصه بالنسبه لهذا التكريم. الحقيقه ان رحلتي مع المعهد القومي للكبد بدات من اكثر من 12 سنه تقريبا، والحقيقه انا من الناس المؤمنين جدا بالدور الرائع اللي بيلعبه هذا المعهد في علاج الفقراء وغير القادرين من المرضى المصريين في مرض الكبد وامراض الكبد. وأنا أعرف تماماً حجم المعاناة اللي كان بيعانيها المعهد في سبيل إن هو يستطيع إن هو يتغلب على المشاكل والمعوقات المالية اللي بتواجهه وتوفير المستلزمات عشان يقدر يوفرها خدمة مجانية لناس بساط ما عندهمش القدرة المالية إنهم يتعالجوا، لكن أراد ربنا سبحانه وتعالى إن هو يختبرهم بأمراض الكبد، هذه الأمراض التي يعني بتؤثر على حياة الإنسان، بتحوله من إنسان فاعل وعامل في المجتمع الإنسان قاعد في البيت إما ينتظر العلاج إما ينتظر الموت. عشان كده كانت رحلتنا مع هذا المعهد العظيم وإدارته العظيمة اللي الحقيقة أنا بشوف أنها لا تدخر أي جهد في سبيل تقديم كل العون لكل مريض. ومن هنا واحد من الناس كان بيلعب الدور في أنه هو يكون مرآة إعلامية وداعمة وداعية للناس للتبرع لصالح هذا المعهد. ويمكن أنا عايز أقول بس هي دعوة بسيطة النهاردة للأجهزة الإعلام كلها والقنوات التلفزيونية. للأسف الشديد احنا حصل عندنا خلط بين الإعلام وبين الإعلان، فأصبحنا نعتقد أن لما أنا أدعو للتبرع لجهة رسمية جامعية زي المعهد القومي للكبد لازم أنا كمحطة تلفزيون أحصد أجر عشان أعمل إعلان. أنا بعمل إعلان منتج على منتج غذائي، على مشروبات غذائية، على مشروبات، على مأكولات، على منتجات كهربائية، لكن أن أنا أخذ فلوس عشان أعمل إعلان على مشروع قومي إنساني
بيعالج الفقراء والمهمشين. أنا شخصيا بتصور أن يجب أن جميع القنوات التلفزيونية يجب أنها تعيد صياغة الفكرة دي. يجب أن تكون الإعلانات الخاصة بالمعهد القومي للكبد في ظل الضآلة الشديدة للميزانية الموجودة عنده حتى للعلاج مش للإعلام ما فيش، لأن في الآخر المصلحة تأتي لمصالح المصري البسيط الفقير الذي لا حول له ولا قوة وأصيب بهذا المرض من أمراض الكبد. شكرا مرة تانية لدى تكريم. شكرا. واحد من الناس بإشراف الدكتور عمرو الليسي طوالي بيدعم المعهد عن طريق عمل زيارات دورية مع أحد الفنانين المشهورين، بيجامل يوم كامل داخل المعهد، تسجيل مع الأطباء وتسجيل مع المرضى، وبالتالي البرنامج لما بيتذاع بيتحط رقم حساب التبرعات بتاع المعهد، وهذه التبرعات بتوجه إلى المرضى المجاني داخل المعهد. كان شيء عظيم بالنسبة لي دعوة الدكتور عمرو الليسي والدكتور محمد اسماعيل عميد معهد أمراض الكبد إن احنا نقوم بحملة للتبرع للمعهد. المعهد ده قد إيه مهم، بيعالج قد إيه مرض خطير، قد إيه لمسنا لما رحت دخلت أنا والدكتور عمرو في برنامج واحد من الناس، الناس ومرضها وتعبها ربنا يشفي كل مريض يا رب. فأنا بدعو كل الناس اللي مش قادر يجي يزور المعهد ويشوف الناس للتبرع للمعهد، لأن الموضوع قد إيه مهم والمرض قد إيه خطير، والحمد لله قد إيه النجاح فيه يفوق الخيال. كتر ألف خيركم، أنتوا بتعرفوا إزاي تخشوا في التفاصيل بتاعت كل حاجة، بتعرفوا إزاي توصلوا للإنسان البسيط الموضوع كمان عامل إزاي. هو فعلا اسم على مسمى واحد من الناس. أنا سعيد جدا بالبرنامج ده وسعيد جدا بالأهداف اللي بتقدمه. الحقيقة واحد من الناس قدمت للمعهد خدمات جليلة في الفترة الأخيرة، وحقيقة كل ما بنطلب حاجة مفيش أي تأخير خالص. الحقيقة احنا سعداء جدا بكده وسعداء جدا بهذا الدعم، فاحنا بنثمن هذا المجهود جدا وممتنين جدا لواحد من الناس علشان دي رسالة حقيقية للإعلام. احنا للأسف في حاجات كتيرة بتبقى غالية على المريض ان هو مش قادر ان هو يشتريها. الدولة بتتكفل بحاجات كتيرة جدا، في حاجات ما مش متكفلين بيها، فطبعا برنامج واحد من الناس يعني قدم لنا كميات من التبرعات يعني بصورة مستمرة، مش مثلا مرة وخلاص، لا كذا مرة. ودكتور عمرو فعلا من الناس اللي هو لما جه شاف المعهد بقى يعني وشاف المرضى قال لا لازم ان انا اعمل حاجه ثابته على طول، وكل ما بيكون احنا محتاجين حاجه فعلا بنلجا له، وهو مشكورا يعني فعلا ما بيتاخرش. تنويه وتحذير: يحذر برنامج واحد من الناس من بعض النصابين والمحتالين الذين يقومون بالتواصل مع المواطنين من رقم هاتف 010-65-96-44-54 وأرقام أخرى، ويقومون بالاتصال بمشاهدي البرنامج مدعين علاقتهم بالبرنامج وقدرتهم على حل مشاكلهم وتوفير العلاج وفرص العمل والشقق السكنية لهم. وينوه البرنامج بأنه قد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء، وتم تحرير محضر برقم 5902 لسنة 2019 جنح 3 أكتوبر. ونحذر مشاهدين الكرام من التعامل مع أي شخص يدعي علاقته بالبرنامج، حيث أن المصدر الرسمي الوحيد للتواصل مع البرنامج هو صفحته الرسمية على فيسبوك، وهي واحد من الناس على قناة النهار. أحيانا كتيرة جدا بيكون الواقع أغرب من الخيال. أحيانا بتحصل حاجات حوالينا أو شفناها في أي عمل درامي ما نقدرش نصدقها، ونقول دايما فيها مبالغة وأكاذيب.
الحكاية اللي هنقدمها للادي في واحد من الناس غريبة وعجيبة ومخيفة، حكاية لما نسمعها مش هنصدقها لكنها حصلت بالفعل، حكاية اجتمعت فيها الصدمة بالفرحة بالذهول في نفس الوقت. حكاية شاب اسمه رمضان تم الإعلان عن وفاته بعد ما وجد أهله جثته في النيل، وبعد ما دفنوه وفي ليلة من ليالي العزاء في رمضان كانت المفاجأة الصدمة، لقوا رمضان داخل عليهم. رمضان اللي دفنوا جثته لسه عايش ما ماتش. ازاي حصل ده وايه الحكاية هنعرفها من رمضان نفسه، ومعانا كمان اخوه عبد الله ووالدته الست نادية. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك و يعني نورتونا وشرفتونا. ربنا يبارك فيك. عبد الله ايه اللي حصل؟ والله كنا احنا بقالنا 50 يوم بندور على رمضان وما نعرفش عنه حاجة، وبلغنا في الاسم 3-4 مرات نعمل محضر، قالوا اسألوا عند اصحابه والمستشفيات ودوروا عليه الاول وبعدين تعالوا نعمل محضر. سألنا كتير طبعا ما عرفناش نوصل له، ورحنا للاسم برضو 2-3 مرات علشان نعمل محضر، برضو المحضر برضو ما حدش يرضى يعمله، لحد ما جت صورة كده من اسم دار السلام شبه محمد شبه رمضان بالظبط. فاحنا رايحين نعمل المحضر تاني، فقال طب خد اتعرف على الصورة دي. طبعا قلت له مش هنعرف نتعرف على الصورة لان الصورة ما كانت مهزوزة مش واضحة قوي. فلما رحنا على اسم دار السلام ورانا كذا صورة برضو متعرفتش عليه. طب اكتر من كده قال لي لازم تروح مشرحة الزنوم تتعرف اكتر. طبعا رحت مشرحة الزنوم، كان بقاله 5 ايام في المشرحة بعد 10 ايام في المية، الحالة كانت ضايعة خالص. طب سألت الدكتور قلت له يا دكتور طب هل الحرق بيفرد مع المية؟ قال لي اه طبعا. طبعا ببص على الحالة اللي كانت موجودة، نفس السنة اللي مكسورة عند رمضان هي اللي مكسورة عند الحالة، نفس الحرق اللي في دراعه ونفس الحرق اللي في رجليه. سبحان الله يعني. وبعدين خدنا الحالة استلمنا الحالة ورحنا دفناها. خلص انت تأكدت ان هو تمام. اخوك رمضان تمام. خدنا الحالة استلمنا الأمانة. كنت معهم ساعتها حاجة؟ لا أنا كنت في البيت. كنت في البيت وبعدين؟ استلمنا الحالة ودفناها، وبعد ما دفناها قضينا 3 أيام العزاء. وبعد التلات لحظة أيام لما أنت عرفت إن ابنك مات عملت إيه؟ إيه اللي حصل؟ أنا بقيت أعيط وأصوت. بقيت أعيط وأصوت وقالوا لي يعني ما تصوتش كده. قلت لا علشان دوت ابني. قالوا اللي عيط إيه هيرجع لك تاني؟ ما بقاش همنا نفسي، وبقيت اعيط واصوت واقول يا ابني. حضرت الدفنه بتاعته؟ ايوه. قلت له لا انا لازم احضر الدفنه وعاوز ابوسه. وبعدين؟ وهو متكفي. فقال راح قال له خلاص هخليكي تبوسيه. اول لما لقيناه بقى جاي في العربيه رحت انا عند الجامع وراح مناديني بعد الناس يعني ما صلوا عليه، وطلعوا صلوا صلاه الجنازه وطلعوا 3/4 رجاله راحوا الخشبه سايبينها والناس جنبيها، وقالوا لي طب تعالي ابوه. قال له تعالي بوسيه. راح قال لي وشه اهو وبوسيه من قرطه. رحت بايسراه وقلت له مع السلامه يا ابني. قلت لا اله الا الله لا اله الا الله، ابني مات شهيد، النهارده عيد وربنا سترها عليه وسترها في الدنيا وسترها في الاخره. طلعت تصريح الدفن طبعا. تمام. طلعنا تصريح الدفن. ده شعورك ايه بقى كأخ؟ شعور ذهول طبعا. يعني كان بقالي 50 يوم ما شفتوش، ما اعرفش عنه حاجة، وبدور عليه ومش عارف اوصل له، مش عارف له طريق. شعور صعب جدا يعني. بس وبعدين كملي. وبعدين دفناه، وبعد ما دفناه 5 يوم في واحد جارنا اسمه محمد مصطفى
كان بيجيب مراته من البلد وشافه وهو جاي، وقف يسا، وقف السواق، نزل بصله كده وقال له انت محمد علاء؟ محدش يعرف اسم رمضان ده طبعا عندنا عند البيت، لان هو من صغره هو اسمه محمد، هم عارفين ان اسمه محمد. فبيقول له انت محمد؟ قال له ايوه. فراح اتصل على واحد من جنبينا، دخل على ابويا قال له الامر بيقول 1 2 3 ان محمد لسه عايش، ان رمضان لسه عايش ما ماتش. طب هو فين؟ قال له هو جايبه وهو جاي. بقت حاله ذهول غير عاديه خالص. الصدمه الاكبر لما دخل علينا. اثر ايه؟ انا اغمى عليا، وواحد تاني من صاحبه اغمى عليه. كانت حاله صعبه جدا. الحاج اغمى عليه وانا بقيت اقول لا اله الا الله لا اله الا الله، واضحك وعيط في نفس الوقت، وقال امال اللي دفن دوت مين؟ اللي احنا خدنا الجثه بتاعته ودفناه ده مين؟ بقيت اقول لا اله الا الله سبحان الله، بقيت اعيط واضحك وصرخ في نفس الوقت، حصل لي ذهول لحد ما شفته قدام. واللي دفن ده مين؟ ده مش عارفين جثته، يعني مش عارفينه مين. دفنتوه في التربة، التراب بتاعتكم؟ التراب بتاعتي. أيوة، هو راح تربتنا مش عارفين هو مين. هو لحد الوقت ملوش اهل. شيء صعب انك انت كأم تفقدي ابنك وبعدين تلاقيه. أيوة. شيء صعب. انا كنت ساعتها هتجنن. لكن جواكي احساس انه ما ماتش؟ لا، بس انا كنت يعني اول لما بصته كان قلبي مولع ومحروق، ما كنتش بنام، كنت بقعد اعيط. بس اول لما بصته يعني بصت الجثه المكفنه دي وقلت ابني مع السلامه يا ابني، انا ربنا نزل في قلبي لوح تلج. انت كنت متاكد ان اخوك؟ ها، لان العلامات اللي كانت موجوده في الجثه موجوده هنا. الله، موجوده اخويا، موجوده في الحاله اللي كانت موجوده قدامي. رمضان كنت فين الفتره دي كلها؟ والله يا استاذ عمرو عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا طبعا شغال في المطعم بتاع فول وطعميه، فحصلت لي حادثه من 3 سنين وعلى ايام ميه سخنه. طبعا في خلال ال3 سنين دول كان الشغل بالنسبه لي صعب. بالنسبة للحرق، يعني قبل ما اتحرق كنت صنايع عيون، والحمد لله الناس بتطلبني بالتليفون تعال اقف معانا بتاع كده. طبعا لما حصلت لي الحادثة أثرت عليا وأثرت على نفسيتي، فأشتغل يوم أروح أقف في محل، ممكن أشتغل بعد ما أخلص الوردية وأقول لي معلش يا أسطى إيه خليك على تليفون، يعني بالعربي ما تجيش تاني. محل 2 3 10 خلاص بقى نفسيتي وقفت، فقدت الامل، مش عارف اعمل حاجه، حياتي اتدمرت، مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني شعور صعب جدا. ففي الفتره اللي انا سبت فيها البيت قلت انزل ادور على شغل في بلد تانية، يمكن ربنا يكرمني واشتغل. المهم رحت نزلت اسكندريه اشتغلت في مطعم برضو. ايه، انت متجوز؟ متجوز، معايا عندي ولد عنده 6 سنين. يعني كمان مراته عرفت انه مات وابنه عرف انه مات، يعني كانت موجودة. الدنيا كلها عرفت انه مات. كانت موجوده في العزاء وفي الدفن، كانت موجوده. حتى لما رجعت ورحنا القسم كانت موجودة. فطبعا انا راجل متجوز وراجل عندي. وانت لما سبتوه ومشيت ما فكرتش تكلمها، تكلم مراتك، تكلم امك، تكلم اخوك، تقول له انا كذا؟ كنت فاقد الامل في كل حاجة. فاقد الامل في كل حاجة. واحنا مش عارفين. طب عرفت ازاي ان اهلك افتكروا انك انت مت؟ ما هو انا حضرتك انا ما كنتش اعرف حاجة. فكنت واقف في التحرير، كنت نازل التحرير في اليوم ده، فلقيت واحد بيندي عليا بيقول يا محمد علاء محمد علاء، لان حضرتك طبعا هما رمضان ده اللي كان يعرفه اللي كان معايا في الجيش او اللي كان معايا في المدرسه.
غير كده ما حدش يعرف اسمه رمضان خالص. فلقيت واحد بيقول محمد علاء، فبصيت ما لقيتش حد. شويه ولقيته جاي لي بيقول لي انت محمد علاء؟ قلت له اه. قال لي ده انا دفنك من 3 ايام بايدي. قلت له يا عم ما تهزرش، عشان ايه؟ هي مش طالبه هزار، انا نفسيتي مش متظبطه فما تهزرش. فلقيته بيقول لي ابوك وامك بيموتوا واخواتك بيموتوا، ارجع اخوك عبد الله خلاص بيموت. كلمه اخوك عبد الله بيموت وابوك وامك بيموتوا، معرفش انا ازاي وقعت من طولي، قعدت اعيط. لقيته بيتصل بواحد عندنا في الشارع، ادانا ابويا كلمته، فبكلمه بيقول لي انت مين؟ بقول له انا محمد. بيقول لي محمد مين؟ متهزرش، محمد ابني انا دفنته. قلت له انا محمد ابنك. فبعد كده قام قافل قام متصلين على عبد الله، فبيقول لي انت مين؟ بقول له انا اخوك. قال لي اخويا مات. قلت له اخوك عايش. كلمه اخويا مات دي ذبحتني من جوايا. فقلت له اخوك عايش. قال لي اثبت لي. طبعا انا قبل ما امشي كنت طبعا كل ما اروح محل اشتغل فيه، عشان حضرتك عندي حرق في وشي وفي رقبتي، اللي يشوف الحرق يقول لك ايه؟ ما يشغلكش. ما تجيش لان احنا شغلنا. طب استنى انا هقطعك في الحته دي. اتفضل يا فندم. معايا تليفون. معايا تليفون الاستاذ دكتور ابراهيم كامل، استاذ جراحه التجميل والحروق بكليه طب جامعه عين شمس. دكتور اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله. عندي حاله هنا عندها حروق، وانا عارف ان حضرتك دايما يعني متعاون معانا في كل خير، فهل في حاجه نقدر نقدمها له؟ هو طبعا مرضى الحروق نقدر يعني نساعدهم جدا طبعا، وبالذات الاستاذ طبعا. انا احب اشوفه عندي في المستشفى في دار الجمال، يجي لي يشرفني ونشوف الحاله ونتعاون معاه باذن الله، وان شاء الله يعني نقدم له كل اللي نقدر فيه. لازم طبعا يبقى مريض الحروق عارف، بس معلومه مهمه كده هقولها بسرعه قوي. اتفضل. ان تشوهات ما بعد الحروق بتبقى علاجاتها غير تقليديه، لازم المفهوم الحديث دلوقتي في علاج مرضى الحروق ان بيكون فريق طبي متكامل بيتكون من جراحين التجميل وجراحين للجلد وكمان الليزر، بيخش في دور كتير جدا، التغذيه، العلاج الطبيعي، التاهيل النفسي. فده ان شاء الله كله باذن الله هنقدمه ان شاء الله، وباذن الله نشوف نتيجه كويسه. شكرك. باذن الله. شكرك. ده عهدنا بيك دايما يا دكتور ابراهيم، وانت دايما الله يخليك يا دكتور عمرو، ان شاء الله سباق بالخير دايما. وانا بشكرك مقدما جدا. اكيد انت سامع الحاله، حاله غريبه وعجيبه طبعاً. وقصه انسانيه طبعاً. يعني اثارت الراي العام كله، فانا بشكرك جدا على تفضلك يعني انك انت بعلاج، وان شاء الله باذن الله تحت امرك. متشكر جدا دكتور، وان شاء الله يجي لسيادتك على طول ان شاء الله. متشكر جدا جدا دكتور ابراهيم، متكفل بعلاجك بالكامل من موضوع الحروق. ربنا يبارك لك يا استاذ عمرو، ان شاء الله كده يعني عشان نطوي بقى صفحه الحروق وترجع طبيعي وترجع تشتغل تاني كما كنت. ربنا ان شاء الله يبارك لك. ربنا يبارك لك يا فندم، واحنا هنتابع معاك. ربنا يبارك لك يا فندم ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا فندم. كمل لي بقى يا سيدي، وبعدين حصل ايه بقى لما دخلت عليهم؟ اوصف لي كده واحد واحد. مراتك؟ مراتي طبعا ما كانتش موجوده عند اهلي في الوقت ده، مراتي جت بعد ما انا ما جيت. لان طبعا بينها وبين اهلي يعني نقول ايه حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع. عملت ايه لما شافتك؟ طبعا هي ذهول لما شافتني، ذهول يعني. ابنك؟ دخلنا مين؟ ابنك؟ ابني لسه صغير عنده 5 سنين. والدك؟ والدي اول ما شافني، اول ما وطيت على ايده بوستها وعلى جلده بوستها، بس الارض ساعت اغمى عليه، واغمى عليه وبص الارض وقعد يعيط من ماما. الفرحه. امي شفت في عينيها فرحه وزغرتت ان انا رجعت، ما شفتهاش من 2007. عبد الله اول ما خدته في حضني كان اول مره في حياته اخده في حضني ويغمى عليه. اخويا الاصغر مني، الأصغر من عبد الله، كان بيعيط وبيضحك مش عارف انت عايش. الحقيقه قصه ما بتحصلش،
يعني الحقيقه لما لو يعني انا زي ما قلت في المقدمه لو قلتها في فيلم مش هنصدقه، فبما انها حصلت في الواقع عايز اقول لحضرتك معلش يا استاذ عمرو على حاجه. انا لما دخلت اسم دار السلام مأمور الاسم بيقول لي انت عندك 11 علامه وهو عنده 11 علامه. يا 11 علامه يا استاذ عمرو سبحانك يا رب. يا استاذ عمرو مش عبد الله بس اللي شاف الجثه، عبد الله ومحمد وعمه وصاحبه وكلهم قالوا ان انت قالهم كله قال محمد علاء مات. لا حول الله. هو ده صاحبي. سبحان الله. اللي بيقول ده صاحبي اول ما خدته في حضني اغمى عليه. اترمى في الارض. اغمى عليه. بقول لك لو عملناها فيلم الناس ما تصدقوش. بس الحته انا كل ما اتخيل بحس قد ايه العمليه صعبه. عموما الحمد لله على سلامتك يا رب. ربنا يبارك فيك يا استاذ عمرو. الحمد لله على سلامه ابنك. يا رب يخليك. وان شاء الله ربنا يبارك لك. نتابع معاك موضوع الجراحه بتاعت الحروق ان شاء الله. ربنا يبارك. الحمد لله على سلامه اخوك عبد الله. ربنا يبارك. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يبارك لك. ما تبقاش تختفي تاني يا سي رمضان. والله يا استاذ عمرو عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني الحقيقه انت ما كنتش كيس في الموضوع ده. لما تقعد بعيد عن مراتك وابنك العيل 6 سنين وابوك وامك واخوك واخوك 60 يوم ل 50 يوم. النفسيه يا فندم انا عايز اقول لحضرتك النفسيه يعني انا من ساعه ما اتحرقت وحياتي كلها اتدمرت. معلش ربنا موجود ونعم بالله. الله مش في حاجه مش في ربنا موجود ونعم بالله. هو الايمان ايه؟ الايمان بالله هو ان الايمان ان ربنا قادر على فعل كل معجزه تعتقد البشر انها لا تتحقق. لا لا. وطول ما انت ربنا مديك صحه وواقف على حيلك كويس الحمد لله. حصل حاله ياما ناس حصل لها حروق، عندك مرض ياما ناس عندها امراض. الحمد لله. ايمانك بالله الذي يكون اقوى من اي حاجه ثانيه. ايمانك بالله ما تخليش الشيطان يوسوسك ويوسوسك الحمد لله ويبعدك كده الحمد لله ويدفنوا ويطلعوا جنازه. اصل انت مش متخيل يعني لما يعني الناس لما هتحس ان انا بقوله واحد مات اخ واب وابن يعني له 3 ادوار والناس دي كلها حزينه عليه وكلهم متاكدين انه مات ودفنوه يلاقوا داخل عليهم بعد 5 ايام. ده ممكن في اب ممكن لما ابنه يموت هو نفسه يموت. ايوه انا ابوه كان بيقول وفي ناس من الفرحه ممكن تموت. أيوة. يعني اللي عايز اقول لك دراما لم اراها من قبل. انا بقول لحضرتك والدي اول ما شافني وانا سلمت عليه بعد ما بس الارض اغمى عليه انت احنا دفناك. الحته بتاعتنا كلها 4 شوارع ولا 6 شوارع ببص لقيتهم مالوا الشارع. قصه انا حبيت اقدمها لكم في واحد من الناس الحقيقه لو اتحكيت لي او شفتها في فيلم مش هصدقها، لكن زي ما قلت لكم احيانا دراما الواقع تكون اكثر الما ومراره من دراما التلفزيون والسينما. بشكركم جدا جدا. تنويه وتحذير. يحذر برنامج واحد من الناس من بعض النصابين والمحتالين الذين يقومون بالتواصل مع المواطنين من رقم هاتف 010-65-96-44-54 وأرقام أخرى، ويقومون بالاتصال بمشاهدي البرنامج مدعين علاقتهم بالبرنامج وقدرتهم على حل مشاكلهم توفير العلاج وفرص العمل والشقق السكنية لهم. وينوه البرنامج بأنه قد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء، وتم تحرير محضر برقم 5902 لسنة 2019 جنح 3 أكتوبر. ونحذر مشاهدين الكرام من التعامل مع أي شخص يدعي علاقته بالبرنامج، حيث أن المصدر الرسمي الوحيد للتواصل مع البرنامج هو صفحته الرسمية على فيسبوك وهي واحد من الناس على قناة النهار. يا بخت من وفق رسيم في الحلال. مثل شهير يطلق على كل من يجمع بين زوجين او يكون سبب في بناء اسره جديده. كانت زمان الخطبه هي الوسيله الوحيده اللي بيعتمد عليها العائلات عشان خاطر بتدخل البيوت وفي ايديها مجموعه من الصور
لشباب وفتيات والعائلات مختلفة عشان تجمع الأزواج المناسبين لبعض حسب ظروفهم ومتطلباتهم. مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ما بقاش فيه ضرورة بقى للخطبة، لأن الإنترنت بقى هو الخطبة اللي بيقوم بهذه المهمة. بيتعرف على بعض من خلال الفيسبوك، وده اللي خلى 4 شبان متميزين يفكروا في عمل أول تطبيق رسمي هدفه جمع راسين في الحلال. النهاردة في واحد من الناس معانا 2 اتجوزوا فعلا عن طريق أبليكيشن، وهم وفي وصفاء، ومعنا كمان مصمم الأبليكيشن الأستاذ سامح صالح. توتو توتو. نعم يا بابا. بتعملوا ايه؟ بنعمل مونوكير يا بابا. انا جايب لكم النهاردة هديتين يسوا رقبيكم. فساتين يا بابا؟ اكتر. جزم؟ يا ريت. امال ايه؟ عريسين لقطة، ادب وكمال وقصد، وعندهم عربية. صورة عريسك ايه؟ خدي عريسك اسمه نايلو، وانت عريسك اسمه بلبيع. ماليش دعوة، انا عايزة ده. انا مالي بابا اللي ادهون. لا انا عايزة ده. برايها بنت انت وهي دخلتهم لخبطة قوي يا مامي. ابدا والنبي بونو، مش تغيروا لها يا معلم. غيرهم يا ولية، دول العرسان اللي بعتتهم الخطبة النهاردة. طب غير لي اسمه يا بابا. ليه بلبيعه مش عاجبك؟ اسميه الكريكس. يختي بلبيعه ملاميعه كله كويس. الف ليلة بيضة، الف ليلة بيضة. وفي انا ازيك يا دكتور صفاء؟ ازيك؟ اهلا بحضرتك. سامح ازيك؟ اهلا بحضرتك. مبروك الجواز. ربنا يخلي حضرتك. احكي لي بقى، كل واحد فيكم احكي لي حكايته. نبدا بصفاء. لا لا، ابدا بيك انت الاول. انت الاول. قول يا سيدي، قول وسمعني اشجيني. انا عندي 34 سنه. بشتغل في مجال الموارد البشريه والسيلز. بطبيعه شغلي بيتحتم عليا ان انا مفيش وقت عندي ان انا ادور على عرايس. الاهل طبعا كانوا بيجيبوا لي شويه عرايس وكده، بس ما كانوش بيوافقوا معايا. ظروف الشغل، ظروف السفر كده، عشان انا مغترب مش من هنا. لغايه في مره كده قاعد على الفيس، فقلت اجرب. شويه اسئله بيسالها. بيسالك ايه بقى؟ يعني بيحطنا في مواقف معينه. وعن طريق الاسئله دي طبعا بيحلل شخصيته. قول لنا كده الاسئله كده. لا مش فاكرها دكتور، لان دي في 2017. كل حاجه يعني. في جوانب للتوافق، لازم يبقى في توافق ثقافي اجتماعي نفسي، في انواع من الاسئله يعني. قول لي كده نماذج الاسئله. ماشي، ممكن نموذج مثلا من الاسئله، لو انت مثلا شريك حياتك عايز يعمل حاجه انت مش موافق عليها، هل هتغصبه على اللي انت عايز تعمله، ولا هتلاقي مثلا حل وسط؟ هيكذب. مش هعرفك انه مع عدد الاسئله 90% هتلاقيهم بيحط لك اجابات نموذجيه. ما هي الفكره ان احنا مش بنعتمد على الاسئله بس، يعني هتعمل ايه؟ في بقى جوانب تانية كتير بنستخدمها. يعني مثلا يا بيه جهاز كشف الكذب تجيبه يطلعوا كده المرحله الجايه ان شاء الله. هتبيعوا مريضين وبعدين. لا يعني في مثلا جزء ذكاء اصطناعي بنستخدمه، يعني دلوقتي احنا عندنا حوالي 200,000 مستخدم في سنة واحدة بالظبط. ما شاء الله. جوزتوا كم واحد لغاية دلوقتي؟ معديين ال 150. 1000 واحد؟ لا 150. 150 واحد متجوزين عن طريق ابلكيشن. بالظبط بالظبط. دول اللي هم قالوا لنا يعني. جاوبت انت على الأسئلة؟ يس. جاوبت. وقلت كل إجاباتنا. وقلت كل الإجابات. بس مش إجابات نموذجية بالنسبة لي يعني. إجابات نموذجية. وبعدين إيه اللي حصل بقى؟ بعدها ب 24 ساعة و 48 ساعة جاب لي بقى الصورة بتاعت صفاء. قريت الإجابات بتاعتها وقريت البروفايل بتاعها. فحسيت ان انا عايز اتعرف عليها. طب انت قديم ازاي في الابلكيشن يا صفاء؟ لقيت على الفيسبوك، فقلت طب يعني اشوف ايه الدنيا. بصراحه كان فضول. كنت عندي فضول جامد كده، فنزلته. وبعدين قعدت اقرا، يعني حتى انا الاسئله بقى جاوبتها من غير كذب، يعني عشان اشوف هيبقى الدنيا عامله ازاي. فهل فعلا يعني هو هي يعني فعلا ممكن واحد يلاقي شريك حياته بالطريقه دي لو هو فعلا يعني مختلف؟ لان الابلكيشن فعلا مختلف، في اسئله كتير بيسالك عن هويتك. اسئله كفايه ان هي ممكن يعني تخلق يعني النتيجة مبدئية للعشرة والتوافق بينكم؟ لا طبعا الأسئلة مش كفاية، لكن الأسئلة بتديك زي باك جراوند عن الشخص، يعني مثلا الحاجات اللي هو بيحبها، هواياته. يعني انت مثلا سألتي في ايه؟ الهوايات، انا بحب هوايات ايه؟ المواقف زي ما هو قال. انا حابة ايه الشخص اللي السؤال اللي يعني اللي قلقتي فيه شوية؟ قلتي لا
هكتب كده. في اسئله كتير لاني مثلا يعني سالك مثلا لو اتحطيت في موقف معين شريك حياتك طلب منك تسيب الشغل هتوافقي؟ انت قلتي ايه؟ لا انا قلت هتناقش. هتناقش يعني هتناقش كان في اختيار ان انا هتناقش. ايه تاني؟ شريك حياتك مثلا اتخانقتوا خناقه معينه ووصلت ان انتوا تطلقوا او تختلفوا قوي 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 وكده ممكن تنفصلوا ولا ممكن يبقى في حل وسط ولا ايه؟ قلت حسب يعني كان في بقى في خيار وسط كده كنت انا بختار الخيار الوسط لاني فعلا انا شخصيتي كده يعني انا عندي استعداد اتناقش وبعدين اخد قرار لكن انا مش هنهي حياتي لمجرد الاختلاف لان احنا اصلا مختلفين يعني عامه فاكيد انا وشو كوبي يعني مش شبه بعض بالظبط لكن في حاجات بتعمل ارض مشتركه. الاسئله بقى اللي انتوا اللي جات لك ايه في اسئله مثلا اتسالتيها الاجابات كانت مختلفه؟ اكيد طبعا اكيد في يعني انا طبعا ما اعرفش اجاوب ازاي لان احنا اللي محدش بيعرف التاني بيجاوب ازاي يعني الاجابات دي بتبقى خاصه بس ان انت تجاوب الابلكيشن عشان هو يدور على الشخص اللي ممكن يتوافق معاك من وجهه نظرك او من افكارك. في البيت عندك وافق على الفكره؟ يعني والدك وافق مثلا؟ بابا الله يرحمه كان وافق يعني عشان يريحني يعني يريحني. ما قالكيش الكلام ده كلام بنتي؟ لا ده قال لي ده هو جاي يهزر يعني حتى بابا كان معتقد ان الميعاد بتاعه هزار لدرجه ان ماما كانت عندها مشوار راحته ما قعدتش معايا هو بقى قعد معاه بس من باب ان هو اتحرج لانه خد منه ميعاد فقعد معايا. ما قالكيش ده ضحك على الدقون يا بنتي؟ لا قال لي بابا قال لي بيهزر ده هو ده بيضحك عليك حتى لما هو جه قعد معايا قال لي قبل ما يجي بصي اتاخر قعد كده لما جه البيت وقعد مع بابا بالعكس قعد 3 ساعات وفي القعده الاولانيه اتفقوا على كل حاجه مع ان بابا كان فاكره بيهزر. قعدوا 3 ساعات او 3:30 وبابا اتفق معاه على كل حاجه. انت خلصت على طول؟ يعني جات لك الاجابه موافقين؟ لا لا قعدت شهرين يا دكتور. وبعدين تعمل ايه بقى؟ درست شخصيتها كلها عن طريق برضو الايه عن طريق التليفون والواتساب والمقابلات. قابلتها يعني قابلتها مره؟ قابلتها مره قبل ما دخلوا البيت يعني انا بابا كان ممكن يدبسني فيه عادي خالص اي اب عريس. طب انا عايز اعرف مفيش مثلا ريفرنس معين يعني عشان تضمن منين جديه الناس دي؟ طبعا ممكن يكون حد بيتسلى بيجي فاحنا بنعمل زي بعد كل ما واحد يكلم واحده مثلا بنسال الشخص ده ان هو زي ما تقولي يقيم الشخص التاني لو هو غير جاد فبنبتدي بقى نجمع بيانات كتير عن الاشخاص الغير جاده يعني في ناس عندهم فيك اكاونت مثلا بيحطوا صور من صورهم تلاقي ست بالزبط. بقى راجل وراجل بقى ست واسمها مستعار باسم تاني. لا ما هم ابتدوا احنا بقى بنعمل ايه في الموضوع ده ان لو الولد ده اتعمل فيه ريبورت واحد ان هو بيستخدم حاجه صوره مش حقيقيه او شخصيه مزيفه مستحيل يعرف يخش على الابلكيشن تاني لان احنا بناخد الموبايله بالايميل بالرقم التليفون قال لك ان هو عايز يتجوز وهو متجوز نفس الفكره اي حاله تعرفه منين اي حاله مخالفه يعني البي ده مثلا لا مش متجوز قبل كده في عينك كده لا مش متجوز قبل كده دكتور تاكد الحمد لله يعني صرفت في الورق لا كمان الورق كله خفيناه هي اهم حاجه هي يعني السلامه بتاعه الاشخاص والامان فهي دي اكتر حاجتين مركزين عليهم فلو اي شخص عمل اي مخالفه بيتعرف خلاص هو كذب على في السن قال لك انا سني كذا بالظبط بالظبط ده بيبقى ليه حاجه زي اسمها زي انترنت ايدنتيتي كده اللي هي رقم تليفونه وموبايله وكل حاجه وبنمنعه ان هو يخش على الابلكيشن تاني. طيب الحمد لله الابلكيشن جات لك رساله قالت لك ايه الرساله؟ في شخص متوافق مع جات لك رساله ايه؟ في شخص مبروك شخص متوافق برضه بس دخلت عليه وهو وشفته كده وابتديت انا اتكلم معاه في الشات بتاع اول انطباع لما شفتيه كان ايه؟ لا احنا مش اول انطباع ده اصل احنا كنا اول انطباع احنا كنا يعني جايين نضرب بعض مش جايين نتقابل انا اتاخرت هو كان واخد اذن فخرج بدري ساعه وانا اتاخرت عليه ساعه فزعق لي في التليفون فقلت له انا مش جايه روح فكنا رايحين بقى يعني تاديت واجب يعني مقابله تخلص من عارف حاجه كده 10 دقايق وخلاص بالظبط كده نخلص طب وبعدين يعني انا اديته بس قعدنا من 6 ل 11 بتقولوا ايه من 6 ل 11 كل حاجه تتخيلها احنا نتكلم كتير جدا 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 بدل كنا قافشين على بعض واحد قاعد عامل كده اهو بس انتوا يعني مش غريبه بالنسبه لكم ان كنتوا الاثنين تتبنوا فكره زي ديت يعني زمان يقول لك جواز الصالونات وبعدين يطلع عليه يقول لك ايه جواز الصالونات والجواز اللي عن حب والجواز اللي لازم يكون فيه قصه حب عنيفه وانا مش هتجوز غير واحد كان بيحبني وبحبه وعشت معاه قصه حب الكلام ده بيتقال واحنا بنقعد بنناقشه في برامجنا في الحاجات دي وزي كده وياما ناقشناه يعني
ويطلع تاني لا 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 جواز الصالونات، انا عايز اتجوز ابن عيله وعيله مع عيله وزوجه مع زوجه والكلام اللي انتوا عارفين ده كله، ويقعدوا يتناقشوا، ده يدافع عن وجهه نظره وده يدافع. انتوا طالعين من سكه ثالثه خالص، انتوا لا صالونات ولا حب، انتوا انترنت. لا بس حكمنا العقل طبعا. حكمت العقل. انا حكمت العقل. يعني مثلا في ظروف الماديه، البعد الاجتماعي، ساعتين انت عندك كام وظروفك ايه وبتقبض ايه. طبعا ما دي بقى ميزه بينخى عليك يقول لك انا مثلا باخد كذا. لا ما هو خليته يجيب لي اتش ار ليتر عشان اتاكد من اتش ار ليتر. مقام اتنين موظفين حكومه. مقام المدام عفاف. هسالك سؤال مدام عفاف، انت عارف مدام عفاف. هسالك سؤال بس بجد تردي عليا وحضرتك نفس السؤال. كذب عليكي بنسبه كام في الميه في الابلكيشن؟ كام في المية؟ أنا ما قيمتوش كده بصراحة، يعني أنا ما فكرتش في الأسئلة هو كذب فيها ولا يعني في إجابات. أكيد في إجابات. لما جيت اتجوزته قلت له الله ما أنت لما كنت بتكتب على البتاع قلت اشمعنى دلوقتي قلت لا. عمل كان متفهم ومتفتح وحلو للمرأة وكل حاجة ممكن يوافق عليها، وبعد كده ولا أي حاجة. ولا أي حاجة. يعني موضوع لما بيقوم في الشقة كده يقوم يزعق، راجل مصري أصيل. إيه الحياة بيه لما كده راجل ضرب. الابلكيشن اتضرب مش انا بقول لك. دول اتحط انا كده في الجد. طب انت كام في المية من اللي قالته كان صحيح بصراحة؟ يعني 95%. وال 5% عبارة عن ايه؟ مجنونة. مجنونة؟ انا جننت فعلا. ما علينا عشان احنا عايزين الجواز نكمل. اظنك انت حامل مظبوط؟ ايوه. لا تكمله حرام. في طفل مش ذنبه. طفل حرام ذنبه ايه انه جه عن طريق النت؟ هتقولي له ايه في الاخر؟ اتعرفت انا وابوك عن طريق الابلكيشن. الابلكيشن يا حبيبي. وانا طلعت هوبا. لا مش كده، انا ممكن اكون هو فعلا استحمل مني شويه جنان بعد بابا الله يرحمه ما توفى، يعني حلوين يعني. طب اهلها كانوا يعني واخدين الموضوع هزار؟ انت اهلك كانوا خدوا الموضوع ازاي؟ لا كانوا يعني والدتك دي عماله تجيب لك صور كانوا رافضين، وبنت خالتك وبنت عمتك وبنت الجيران وكلي وكلي بندقيه وكساري وتشد في شعرها. انا اكيد انت عملت الحاجات دي كلها وشفت الصوره ديت وتروح خطوبه وتشوف لك صوره وايه لك في ديت وطبعا انت اتهريت مشاوير عمال تلف وتجيب شوكولاته وتروح مظبوط؟ في الاخر لما تيجي تقول لها انا هجيب هتجوز عن طريق الابلكيشن قالت لك لا كانوا رافضين الاول، بعد كده لما عيوني انا مصمم فخلاص دي حياتك. ماما ما قالتلكش حاجه ولا بابا ولا اختك ولا عندك اخوات؟ عندي. وافقوا على الفكره ديت؟ ما وافقوش قوي يعني، بس يعني هم وافقوا عشان هو عارفين ان هو برضه مجنون، احنا اتنين مجنون. القماش ده حلو، جبتيه بكام؟ عاجبك القماش ده يا استاذ محسن؟ قوي قوي والنبي قوي. اتفضل. لا يا اختي كتر خيرك، القهوه تقيله على المعده والدكتور منبه عليا ما اكلش الا مسلوق في مسلوق، عشان كده تلقيني جايبه شويه جوز على شويه لوز على شويه بندق عشان ازقزهم. خدي يا حبيبتي اكسري لي اللوزه دي. الله رايحه فين؟ اجيب الكساره. كساره؟ على ايه كساره؟ دي لوزه واحده اكسريها بسنانك اللي زي اللولي. الله اسم الله يا اختي اسم الله. كسري الطنط واحده كمان. لا يا اختي كفايه كده. على الناحيه الثانيه. معاكي حق، خدي يا اختي على الناحيه الثانيه. الله والحرص الله. صلاه النبي احسن. الله انت عامله حاجه بتخين وحاجه برفيع ولا ايه؟ ازاي يا طنط؟ دول كام؟ دول سبعين يا طن. يمكن بقى الحجب التاني. اظن الحجبين قد بعض يا استاذ محسن. يمكن يا اختي بس انا مش واخده بالي. دي احلى حاجه في شريفه عينيها، ربنا ينورهم لها كمان وكمان. اسم الله شعرك حلو قوي. قولي لي يا حبيبتي انت بتعملي شعرك بايدك ولا ايه؟ طبعا يا طن. اصلي يا اختي الايام دي نوبه يطولوه ونوبه يقصروه ونوبه يشدوه. هل المجتمع بيقبل الفكره دي دلوقتي، فكره الابلكيشن يعني؟ يعني احنا اول ما فكرنا فيها يعني انت ممكن تتجوز عن طريق الابلكيشن؟ نعم. انت بتتجوز عن طريق الابلكيشن؟ طبعا يعني انتوا عملتوه الابلكيشن ده عشان انتوا عشان احنا تتجوزوا بالطريقه دي، عشان احنا واهالينا واصدقائنا يتجوزوا من عليه.
يعني احنا عملناه من حاجه. طب ليه ما انتوا خلاص فقدتوا الامل ان كنتوا تلاقوا؟ لا بس قد كده في صعوبه في يعني البحث عن الزوجه يعني. بالظبط بالظبط. يعني العالم كله دلوقتي متجه لان احنا نستخدم التكنولوجيا في كل حاجه في حياتنا. فليه الحته دي اللي هي اهم حاجه عندنا مش بنستخدم فيها التكنولوجيا والعلم؟ يعني 30% من كل الجوازات في العالم بتحصل دلوقتي عن طريق الابلكيشن. بالظبط. يعني خدنا للعالم كله توصل له وابتدينا نكمل عليه ونخليه يبقى لايق على ثقافتنا العربيه. بس فليه ما نستخدموش؟ يعني هو الاسئله معمولها اكبر متخصصين في مصر يعني. يا بيه ما طلعوا الاثنين كدابين يا بيه هم. لا لا بيهزر. ما طلعوا الاستاذ طلع يقول لك ما فيش ولا حاجه من اللي قالها صح، وهي طلعت تقول لك مجنونه. يا خلاص اكتر من كده ايه ده؟ يعني علمك دقيقتين هتطلعوا وانا كملت في ال لا 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 فضفض دلوقتي. قالت لك بتطبخ كويس؟ اه لا هي طبخه كويسه جدا. طلعت طبخه كويسه؟ اه طبخه كويسه جدا. اه في اسئله عن الباميه والملوخيه وبيحب ايه؟ في اسئله كده؟ في توافق في الاكل يعني؟ في اسئله في الاكل؟ في يعني لا يعني مغطين ابعاد كتيره منها البعد اللي هو العلاقات ما بينهم اللي هو بينهم الاكل مثلا، هل مثلا النظافه الشخصيه مثلا، هل السهر، الحاجات دي كلها مغطينها برضو من ضمن الاسئله. يعني هي ميزه الابلكيشن ان طلع بيسهر؟ لا لا حرام ما بيسهرش. هو ما بيسهرش إيه؟ هو بيسهرش بينام الساعه 10. بينام الساعه 10؟ دي ميزه ولا عيب؟ عيب طبعا. انا بفضل قاعده كده بكلم نفسي استني يصحى. لا معلش هي حامل الفتره دي. فما لا ده انت لسه عندك عيل جاي كمان يعني، هي والعيل وصحيين وانت نايم. لا ما انا هنام في اوضه ثانيه. ما انا هنام في اوضه ثانيه. لا هو عامل اوضه ثانيه مستعد. عامل اوضه ثانيه. هو هيصحى، ده بيحب النوم اكتر مني. ابنك على كتفك وفلوس. مثلا في توافق، بتسال عن التوافق في الموسيقى مثلا؟ اه في اسئله عن الموسيقى والهوايات والثقافه. انت بتحبي تسمعي لمين مثلا؟ كتبتي تحبي تسمعي مين؟ عبد الحليم. وانت؟ لا انا بسمع فيروز. ياس ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا قاعد مع ايه يا ربي؟ عصافير بتغرد يا ربي هما الاثنين. بس عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، هو مش مجرد الاسئله بس. يعني دلوقتي عشان بقى عندنا 200,000 مستخدم على الابلكيشن بقينا نقدر نقيس النجاح، قصص النجاح، ونمرن بالذكاء الاصطناعي. هسألك سؤال بصراحه ترد عليه، كم واحد من اللي اتجوزوا عن طريق الابلكيشن كملوا؟ يعني احنا لحد دلوقتي نسب النجاح عاليه جدا. كام يعني؟ مش يعني مش بنقيسها بالظبط، بس احنا عندنا 150. كام واحد طلعوا 150 بتوعك دول؟ شخص واحد بس اللي هو ما كملش وفتح الابلكيشن تاني عشان يتجوز. فهي لا يعني هو طلع ليه؟ يعني ما دخلناش في التفاصيل بس. لا ادخل في التفاصيل بس. بس ردود الفعل الحمد لله كويسه، وحتى المجتمع متقبله والاهالي. انا اظنها بتعتمد على المصداقيه، ان لازم هو يكون صادق في الاجابات. بالظبط. ما اعرفش هل احنا لسه عندنا، هل احنا لما نقعد على جهاز الكيبورد ونكتب عليه هنكون اصدق مع نفسنا من غير لما اروح في الخطوبه والبس البدله واتعنق؟ تعرف طبعا الخطوبه بيبقى فيها نوع طبعًا من التمثيل طبعا، كل واحد طبعًا يحاول يبين ان هو يعني اللي ما حصلش. في كاتب الكتاب بيبدا يكشف 50%، يخشوا يتجوزوا يتفضحوا هما الاثنين. بالظبط بالظبط. صح بجد. هي فكره بقى عامل معاكي كده. ها هو يعني طبعا بيتغير طبعا. يعني اكل بعقلك حلاوه؟ لا لا ما اكلش، لاني انا وصلت لمرحله ان هو ما يقدرش ياكل بعقلي حلاوه اصلا. ليه بقى؟ انا كنت معاها صريح من الاول. هو كان صريح يعني، قلت لها علاقاتك كلها قد ايه؟ كم مره قبل الجواز؟ اول قعده قرر لي كل حاجه يعني، كان صريح صراحه قاتله. كتبتهم في البحث؟ لا لا لا، لما اتقابلنا فيس تو فيس. ها لما اتقابلنا قلت لها كم علاقه بقى؟ لا كانوا ثلاثه بس او اربعه. ثلاثه يبقى ضرب في 10. اه يبقى في 30. ما هو ما في حاجات بقى قالها وقعد كده. لا بيبان بعد الجواز بقى اصل ايه؟ قال انا ما قلتلكيش على اسمها ايه دي؟ انا غير قصدي اسمها لا لا إيه؟ واحده كان عارفها جت بعد ما اتجوزنا بتبارك له تقول له بجد اتجوزت؟ الله. اه طب اديني المدام اسلم عليها. انا كنتش عارفه ايه؟ عارفه جوزك؟ قلت لها اه عارفه. اقول لها ايه طيب؟ يا خبر اسود عايشه، ايه اللي جابك دلوقتي؟ عيد ميلادك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وايه اللي فكرك احنا مطلقين من زمان؟ بحبك يا مراد مش قادره على شيل ايدك من عربتي، شيل ايدك من عربتي. حمود يا مراد حمود. طيب بس تعالي وروحي دلوقتي. هنرجع لبعض؟ ايوه حبيبتي. امتى؟ بكره. صحيح يا حبيبي مراد. عايده عايده عايدة كويس كده، اعمل فيك ايه دلوقتي؟ مين دي؟ صاحبتك؟ لا مراتي. مراتك؟
انت اتجوزت؟ هش مش عاوز اسمع صوتك لحسن والله العظيم اقتلك. عارفه يعني ايه اقتلك؟ انت اختي ولسه واصله لغايه من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت وجدت بركيلي، فاهمه؟ 500 جنيه. نعم 500 جنيه. اجيب لك منين الفلوس دلوقتي؟ اكتب لي شيك. حاضر هكتب لك شيك، اول ما تاخدي الشيك الطرائي، فاهمه يعني ايه؟ عايزه ايه اللي بتعمليه ده؟ الله بتعيطي. ابعد عني يا خاينه. امل صايع عبيطه، انت بتغيري من عيشه اختي. اختك؟ اه وصلت النهارده من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت، جت تبارك لي. والنبي صايع اختك؟ مش مصدقاني؟ عيشه عيوشه عشاش اختي. ايوه يا ابي. صدقتيني؟ سامحني يا مراد، سامحني. طيب سامحتك، انزلي انت بقى سلمي عليها وكلفتيها. حاضر. يلا. يعني انتوا بعد قد ايه اتقابلتوا من من الكتابه على الأبل؟ اسبوعين. اسبوعين. قعدتوا اسبوعين تشيتوا مع بعض. بعد كده اتقابلنا. والمقابله بقى الاولانيه اللي كانت فيها تاتش دي، وبعد كده قعدنا اتكلمنا، وبعد كده هو المقابله ما فيش اسبوعين وجي قابل بابا يعني. هو قال لي انا عايز اقابل باباكي. بابا كان فاكره بيهزر. طب اتخطبتوا بعد قد ايه؟ 6 شهور. احنا نتيجه وفاه والدي فاجلنا، كنا المفروض هنتخطب على طول، بس اجلنا بقى بعد لما والدي توفى وكده، فتاجل بعد ال 40. واتجوزتوا على طول؟ بعد الخطبه ب 4 شهور. لا والله. مش في كان زمان باب بتاع مطلوب عريس؟ بالظبط. فاكر سمير غانم كان قال لك ايه؟ ده في فيلم اتعمل لما محمود عبد العزيز. ايوه بالظبط، كان تكتب بعت بس اللي باع جواب لي على لسهير رمزي، كان فاكر كان فيلم اسمه البنات عايزه ايه؟ البنات عايزه ايه؟ البنات عايزه ايه؟ وقال لها انه ما عندوش خبره ولا كده، هي كانت عايزه صايب برضه. صح. على فكره مش فارقه كتير ما بين جواب، بس فرق كبير. وصحفي بيقرا ويحكم ويوفق رصيم في الحلال هنا بالظبط، باب اريد عريس. بس الفرق بقى في التكنولوجيا وفي الاعداد الكبيره يعني. يعني برضو عايز اعلق على موضوع ان هو يكذب على الابلكيشن، ان هو مش محتاج، لان الواحد في الحقيقه بيبقى قدامه مثلا بنت او بنتين بس، فبيضطر يجمل نفسه. لكن لما بتستخدم التكنولوجيا لا، في مئات الالاف ساعات ممكن تلاقي مثلا 3 ينفعوا الواحد. طبعا طبعا. بنشوف اكتر بقى الثلاثه، لا اكتر شخص متوافق معاه في الاول، وبعد كده لو رفضوا بنجيب الشخص الثاني. هو ميزه ات اني جيفن بوينت. لا مش هيعرف يتجوز الثلاث، مش هيعرف. انا هجيب له مثلا حد هيكلمه، مش هيقدر يكلم اي حد ثاني طول ما هو. انا اتمنى لكم حياه سعيده. وتيجي بالسلامه ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. وجوازه الكترونيه جميله جدا ان شاء الله. مبروك لكم جميعا. انا سعيد بوجودكم معايا النهارده كلكم، وسعيد يعني بال الحياه السعيده. ربنا يخليك. هتعيشوا في سبات ونبات، تبات ونبات، صح؟ تبات ونبات، وتخلفوا صغير. مبروك. زي ما شفنا يعني الحقيقه مش عارف هنوصل لفين، التكنولوجيا هتودينا لفين. يعني دلوقتي الجواز عن طريق ابلكيشن، مش عارف ايه تاني ممكن عن طريق ابلكيشن. يعني اتصور ان احنا ممكن الزمن بيجري بينا بشكل اسرع بكتير مما كنا نتوقع. لكن في الاخر تجربه جميله وناجحه، وزوجين هم عصافير ما شاء الله، كناريه هم الاثنين. واحد سعيد جدا، السعاده هتفط من عينيه، وهي مبتسمه من ساعه ما جت الحقيقه. الحمد لله. فاتمنى لكم كل حياه سعيده وتوفيق ان شاء الله. وحبيت اقدم لكم النموذج الجميل دوت. كل يوم العلم بيغير من حياتنا. فصل عن اول. تنويه وتحذير. يحذر برنامج واحد من الناس من بعض النصابين والمحتالين الذين يقومون بالتواصل مع المواطنين من رقم هاتف 010-65-96-44-54 وأرقام أخرى، ويقومون بالاتصال بمشاهدي البرنامج مدعين علاقتهم بالبرنامج وقدرتهم على حل مشاكلهم وتوفير العلاج وفرص العمل والشقق السكنية لهم. وينوه البرنامج بأنه قد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء، وتم تحرير محضر برقم 5902 لسنة 2019 جنح 3 أكتوبر. ونحذر مشاهدين الكرام من التعامل مع أي شخص يدعي علاقته بالبرنامج، حيث أن المصدر الرسمي الوحيد للتواصل مع البرنامج هو صفحته الرسمية على فيسبوك، وهي واحد من الناس على قناة النهار.
فاكرين حالة الطفل محمد السيد اللي اتولد بعيوب خلقية وتشوهات في الوجه والفم والإيد، وكانت حالته صعبة جدا. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نعمله العمليات ولسه مكملين معاه. ووالده كمان كان على قد حاله ونفسه في مشروع، وبرضه الحمد لله بالتعاون مع جمعية حماة المستقبل عملنا له مشروع منظفات. عشرين سنة من محافظة قنا، كان بيشتغل في مخبز وبيعاني من تعرق شديد في الإيد والرجل، وطبعا ده عمل له إحراج كبير جدا لأنه ما بيعرفش يسلم على حد ولا بيعرف يمسك حاجة بإيده. ساب شغله اللي كان بيصرف منه على أهله بسبب حالته المرضية، وكمان نفسيته بقت تعبانة جدا. الحمد لله حولنا لدكتور هشام عبد الله استشاري الجراحة والمناظير، وقام بعمل عملية لحسام في مستشفى جلوبال، والحمد لله اتحسنت حالته جدا جدا وبقى كويس. تعالوا نطمن عليه. انا عندي 25 سنة وطبعا شغال في مخبز، والحالة دي طبعا أثرت عليا في الفترة الأخيرة وطبعا وزادت، فطبعا أنا سبت الشغل حتى في الآخر بعد ما تعبت من المشكلة. نفسيتي تعبت من في المرحلة الأخيرة بعد ما العملية زادت، وحتى صاحب الشغل كان لاحظ الموضوع عليا، طبعا ما بقدرش أحط إيدي في العجين والحاجات كده يعني. فالحمد لله طبعا أنا كبير البيت ولازم طبعا أشتغل وأعول بيتي طبعا،
نفسي اعمل عمليه عشان الواحد برضه نفسيته ترتاح، وطبعا اشوف مستقبلي واصرف على البيت يعني. النهارده هنستقبل حالة عرق الإيدين، المريض وإيده بتعرق جدا، بتبقى متعبة جدا، في ناس بتوصل معاهم الحالة إلى إن هم ياخدوا أدوية نفسية بسبب الموضوع ده، وإحنا مش هنقصر معاه، إحنا هنستخدم له أحدث حاجة موجودة في العالم كله، وإحنا بنحب جدا نتعاون مع البرنامج، ودايما بنلبي أي نداء للبرنامج أو أي حد محتاج. وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية. الحقيقة جت لي رسالة على صفحة البرنامج على الفيسبوك، ودايما أنا بأكد لكل واحد بيتصل بي، أرجوكم ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناة النهار، دي الصفحة الرسمية المعتمدة بتاعتنا، لأي حد عنده أي شكوى أو أي حالة مرضية عاوز يعالجها يكتب عليها إن شاء الله. في اتنين موجودين من زمايلنا أنسة بسمة وأنسة عبير، هم مسؤولين إن هم يردوا فورا بمجرد ما بيلاقوا الشكاوى موجودة على الصفحة. في دي من ضمن الشكاوى اللي جات لنا رسالة من الأستاذة دعاء عطية، هي رسالة مؤثرة جدا الحقيقة، وبتحكي فيها مدام دعاء أن عمرها 40 سنة وهي مدة أهلية، متجوزة عندها ولد وبنت، بتعاني من سمنة مفرطة، وزنها وصل ل 205 كيلو جرام، وده تسبب في إصابتها بالضغط وبالسكر بأوجاع شديدة في العمود الفقري، وبتحكي انها عملت اكتر من عملية، مشوار طويل جدا هي حكته، كمان زوجها مريض بالسكر وبيعاني من وجود غرغرينة في رجليه. صعبة، واحنا اتصلنا بيها وهي شرفتنا النهاردة في الاستوديو عشان نشوف نقدر نساعدها ازاي. اهلا بحضرتك مدام دعاء. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا حج وهبة. مظبوط. نعم. اهلا بيك. يعني الحالة وصلت كده ازاي؟ احكي لي. يعني تعبانة من زمان، يعني كان جسم الاول حلو، وبعد كده بقى بدأت ازيد، عملت رجيمات كتير ما نفعتش، جبت حاجات كتير من الاعلانات اللي بيعلنوا عنها، رحت لدكتور رجيم، عملت رجيم كتير، عملت علاج طبيعي، وبعدين في الاخر حاولنا ان احنا يعني نجمع كل اللي معانا وعملت عمليه، بس ما نفعتش. انت عملتي كام عمليه حضرتك؟ انا عملت عمليه عشان اعمل تحويل مسار، وفي اللي فتحوا لي والاجهزه دخلت فعلا في مستشفى الجامعة الزجاجيل، ما عملوش بعد ما فتحوا ودخلوا فعلا بالأجهزة، وعملت بالون معدة قبل كده تاني بعدها تاني، ما فيش، ده كله ما أمكنش. فأنا أملي كبير في ربنا وفي حضرتك إن شاء الله. يا رب خير إن شاء الله. الظروف المالية إيه بعد إذنك؟ عشان بس والله إحنا بص حضرتك تقريبا بعنا كل اللي ورانا واللي قدامنا. سيادتك كانت بتشتغل ايه؟ انا موظف. موظف. المدام بتاعتي طبعا انا واخدها عن يعني ربنا يبارك لي فيها ويخليها يا رب، واخدها عن حب. كم سنه جواز ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله حوالي 27 سنة. 27 سنة. سنه الحمد لله والشكر لله. فانا في اولاد طبعا، في عندي ولد علاء الدين وعندي اسماء، اسماء سنه العام وعلاء الدين في الجامعه الحمد لله والشكر لله. بس هي طبعا ما عادش في حيله، ما كنتش قادر اعمل حاجه خالص تماما يعني. فربنا سبحانه وتعالى وفقني ان انا اتصلت بحضراتكم
ومشكورين طبعا وعدتونا ووفيتوا بعدكم قدر حضرتك، بس انا ما عادش قادر، ما عادش عندي حاجه اعملها ليه. انا طبعا حضرتك رحت لكل باب خبطت عليه، ما خليتش حاجه تمام خالص، حتى اخر حاجه بنول المعده، ودخل فعلا عمليات دكتور كبير برضه. بس يعني كلفت كام تقريبا عمليات تقريبا يا فندم؟ احنا عدينا 70-80 ألف. ودخلك الشهري كام؟ 1610. تماما. انا عندي بنت بتاخد دروس في سنه عامه. سيادتك ما بتشتغليش يا فندم؟ لا في البيت. في البيت يعني ما فيش تامين صحي ولا حاجه لحضرتك؟ ما فيش. كتب لستك فخلاص انا ما عدتش قادر اعمل حاجه بالنسبه للمدام دعاء. يعني انا كده الحمد لله والشكر لله، انا حاسس ان انا خلصت من ذنبي. طب وانت عامل ايه في حياتك في البيت؟ يعني بتقدر ازاي؟ يعني انا عارف الاولاد والزوج. والله ربنا يبارك فيهم، هم بيساعدوني انا ستك ما بسيبهاش نهائي. انا بقول ستك ربنا يكرمك يا اخي. والله انا الحمد لله والشكر لله، يعني الغسيل انا بوديه لها وهي قاعده. انا بساعدها في الطبيخ، بساعدها في المطبخ، بساعدها في المواعين، بساعدها في كل شيء. بس يا فندم خلاص مش عارف اعمل ايه حقيقي. يعني انا بعت كل اللي ورايا قدامي عشان خاطر مدام، ربنا يبارك فيها. ربنا يبارك لك فيها. احنا معانا تليفون، معانا الاستاذ الدكتور هشام عبد الله استشاري جراحه المناظير والسمنه المفرطه. دكتور هشام مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازاي حضرتك يا دكتور عم؟ اهلا. طبعا احنا شفنا الحلقه وحاجه مؤثره جدا. طبعا السمنه بتاثر على كل اجهزه الجسم، وبتاثر على بتعمل الضغط والسكر والالتهاب، ألم المفاصل، ما بتقدرش تخدم أهلها. هي طبعا من الحالات الصعبة لأن وزنها 205 كيلو، ولكن الحمد لله تعالى احنا تعاملنا مع حالات أصعب منها كتير. وطبعا بفضل البرنامج وإن انتم بتعرضوا علينا حالات حلوة. لا والله انت الحقيقة رجل خير، وكل معاونيك ناس محترمين. أنا بشكرك مقدما على كل الخير اللي انتم بتعملوه معانا، يعني ألف شكر. الشكر للبرنامج الجميل اللي بيساعد الناس ودايما بيخدمنا، واحنا عارفين ان اتجاه الدولة دلوقتي للمواقف بتستمنا، واحنا بنحاول نأدي جزء صغير من فضل الدولة يعني عليه. هنعمل ايه ان شاء الله المدام دعاء ان شاء الله باذن الله؟ ان شاء الله هنعمل لها تحويل مسار، وهنعمله لها في احسن المستشفيات، وبنستخدم لها دبابيس مخصوصه لان هي دي طبعا من حالات اللي ريدو او اصلاح العمليات السابقه، وان هم دخلوا فيها قبل كده وما يعني ما عرفوش يتصرفوا معاها. فاحنا الحمد لله تعالى عدت علينا مئات الحالات اللي هي بتبقى زي كده، وبنعملها بتكنولوجي معين. ان شاء الله هتبقى زي الفل، وهنتابعها معاها يوم العمليه وبعد العمليه ان شاء الله لحد ما تخس وتبقى زي الفل باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا الاستاذ الدكتور هشام عبد الله، شكرا جزيلا على يعني تفضلك باجراء كل الجراحات اللازمه لمدام دعاء كتر خيرك. يا فندم احنا بنشكر البرنامج، ويا رب كده ندعي لها بس تبقى تقوم يا رب. سلامة يا رب ان شاء الله. يعني ربنا يبارك لك. تمام كده، نشكر الدكتور هشام عبد الله ان شاء الله. نطمع على حضرتك وتؤمننا بالف سلامه، وربنا يبارك في عمرك، يعافيكي يعفو عنك ان شاء الله، ويبارك لك في جوزك واولادك ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. يلزم اي خدمات ربنا يديك الصحه والعافيه بجد. في اي حاجه اقدر اقدمها تاني؟ ما هو الله يكرمك بس الدكتور. طبعا احنا برضه بالنسبه للعلاج ما بعد العمليه صعب جدا يعني. اطمئن اطمئن، احنا هنمشي معاكوا وهنكون في زميلتنا مع حضرتك. ربنا يبارك وان شاء الله هتتابع معاكي لغايه ما تقومي بالسلامه وتعملي العمليات اللازمه ان شاء الله، وكلها بالكامل ان شاء الله، يعني مدفوعه الاجر ان شاء الله. ربنا يبارك وعمرك. الف سلام عليكي وربنا يطمنا عليكي ان شاء الله باذن الله. نورتوني وشرفتوني، واهلا بحضراتكم جدا. ارجو ان حضراتكم كل حد عنده حاله مرضيه يحب يبعتها لنا زي ما قلت قبل كده، هنزل لكم دلوقتي اسم الصفحه واحد من الناس على قناه النهار، خشوا واكتبوا حضراتكم الشكوى بتاعتكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ونقدر نساهم في علاج جميع الحالات. والحمد لله اقدر اقول عندنا خير كتير زي ما انتم شايفين. الحمد لله احنا كنا زمان بنقعد نعرض بس الحالات ونقول عايزين حد يساعد. الحمد لله النهارده بقوا اللي عايزين يتطوعوا ان هم يعالجوا ما شاء الله لا يقلوا عن عدد الحالات المريضه. فربنا يزيد دايما الخير في مصر، واشكركم جدا جدا.
حلقتنا خلصت، لكن قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم عبارة قالها فيلسوف وشاعر هندي شهير اسمه طاغور، بيقول: شكرا للأشواك، علمتني كتير. قد ايه العبارة دي فيها قيمة وعظة ودرس لازم كلنا نعرفه. اي ابتلاء بيصيب الانسان وراه حكمة، واي مشكلة بتواجهنا جواها درس، واي لحظة حزن بتحصرنا بنتعلم منها. العبارة دي بتؤكد اننا مش لازم نتضايق او نغضب او نيأس من اي عقبات بتعترض طريقنا، وبتعلمنا ازاي نحول كل ازمة نمر بيها لجسر من الامل نعبر من خلاله للامان والنجاح والسعادة. شكرا للأشواك لأنها رغم جروحها بتفيدنا وبتقوينا. أشوفكم على خير وصحة وسعادة. تنويه وتحذير: يحذر برنامج واحد من الناس من بعض النصابين والمحتالين الذين يقومون بالتواصل مع المواطنين من رقم هاتف 010-65-96-44-54 وأرقام أخرى، ويقومون بالاتصال بمشاهدي البرنامج مدعين علاقتهم بالبرنامج وقدرتهم على حل مشاكلهم وتوفير العلاج وفرص العمل والشقق السكنية لهم. وينوه البرنامج بأنه قد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء، وتم تحرير محضر برقم 5902 لسنة 2019 جناح 3 أكتوبر. ونحذر مشاهدين الكرام من التعامل مع أي شخص يدعي علاقته بالبرنامج، حيث أن المصدر الرسمي الوحيد للتواصل مع البرنامج هو صفحته الرسمية على فيسبوك، وهي واحد من الناس على قناة النهار.